ونشوف رأي يعني صديقي العزيز والناقد الرياضي والصحفي والمنسق الإعلامي لفريق مانشستر سيتي في مصر وفي المنطقة العربية أحمد صلاح، علشان أعرف أخد رأيه في الخبر اللي بيتصدر الصحف الأسبانية في جاهزية مورينيو لتولي القيادة الفنية لريال مدريد خلفا لزيدان في حال تعثر الريال بكرة في دوري أبطال أوروبا. يا أحمد برحب بيك. أهلا بك عمر وكل المشاهدين. طبعا اكيد سمعتني وانا بتكلم على الموندو ديبورتيفو والكلام عن رحيل زين الدين زيدان في حال تعثره في اي نتيجه سلبيه في مباراه جلاتا سراي في دوري الابطال، تعثر في المباراه الاولى امام باريس سان جيرمان وتعثر في المباراه الثانيه امام كلوب روج، لكن المباراه الثالثه هتكون صعبه جدا على ملعب جلاتا سراي في تركيا، وانت عارف الاجواء في تركيا في كره القدم مشحونه جدا جدا جدا، والجمهور بيحب كره القدم ولن يقبل باي نتيجه سلبيه على فريق اللي هو جلاتا سراي. هل تفتكر ان لو حصل تعثر لفريق ريال مدريد هل ممكن مورينيو يكون الخيار السليم والصح لا فلورنتينو بيريز لتعويض رحيل زيدان عن ريال مدريد؟ خلينا نتفق ان زين الدين زيدان وقدومه لنادي ريال مدريد كان الهدف الاول والرئيسي منه هو اعاده الليجا مره ثانيه لفريق ريال مدريد. لكن ده مش معناه ان انت تخرج من الدور الاول من دوري ابطال اوروبا ونتائج ضعيفه جدا بالنسبه لريال مدريد في اول مباراتين، وبالتالي هو عنده مباراتين امام جلطة سراي ذهابا وايابا، المباراه الاولى هتبقى في تركيا والمباراه الثانيه في سانتياغو برنابو. كل الصحف او معظم الصحف في اسبانيا بتتكلم اليومين دول على ان مورينيو ينتظر تعثر زين الدين زيدان عشان يكون محله في الفريق، وزين الدين زيدان في غضب داخل اداره ريال مدريد من زين الدين زيدان لانه ما طورش اداء بعض اللاعبين، كان عنده حلول اكثر من كده يقدر انه يقدمها بخطه اللعب 4-4-2 اللي اثبتت فشلها حتى من فتره الاعداد مع ريال مدريد، هو مستمر بيها وبيراهن عليها في اكثر من مباراه، بالغ في راحه النجوم في مباراه ريال مايوركا، ودي مباراه كان يقدر ان هو ياخد فيها 3 نقاط تخليه موجود في الصداره، لكنه خسر الصداره ولصالح مين؟ لصالح برشلونه. لو لصالح اي فريق ثاني كان ممكن الامور تبقى اهدى من كده شويه داخل ريال مدريد، لكن اعتقد ان الامور صعبه جدا بالنسبه لزين الدين زيدان. زين الدين زيدان ظهر النهارده في المؤتمر الصحفي هادئ تماما وعبر عن ثقته في الفريق، وده يمكن اسلوب زين الدين زيدان على طول انه دايما بيساند فريقه بيدعم فريقه بيدعم لاعبيه حتى لو هو بيتكلم معاهم بشكل اخر داخل غرفه الفريق. اعتقد زي ما قلت لك ان مباراه جلطة سراي محوريه جدا بالنسبه لريال مدريد وزين الدين زيدان هذا الموسم، لكن يبقى ان عمل كبير جدا لريال مدريد في حاله بقاء زين الدين زيدان في الميركاتو الشتوي القادم والتعاقد مع اكثر من لاعب. في كلام كتير جدا وكان في لقاء بين زين الدين زيدان وبول بوجبا في دبي من ايام قليله، والبعض بيربط بوجبا برضه بالانتقال لريال مدريد في موسم الانتقالات الشتويه القادم. اجواء صعبه جدا، لكن زي ما انت قلت موندو ديبورتيفو هي صحيفه كتالونيه، دايما الصحف والاعلام الكتالوني يهمه دايما انه يركز على المشاكل داخل فريق ريال مدريد. الامور اهدى شويه في الصحف المدريديه وبتتكلم على ان زين الدين زيدان عنده مشاكل، لكن مش لدرجه انه لو خسر من جلطة سراي هيرحل على طول، لكن تبقى المشاكل موجوده داخل صفوف ريال مدريد. تصميم زيدان على بول بوجبا يا احمد هل ده كلفه كتير في الميركاتو الصيف الاخير ان هو ما لحقش يتعاقد مع لاعب في نص الملعب، وده اثر على نص ملعب ريال مدريد بعدم وجود يعني بديل كفء سواء لكاسيميرو او مودريتش او حتى توني كروس؟ انا اتفق مع الراي ده تماما، هو فضل مركز مع بوجبا طول الصيف وهدفه هو بوجبا وعايزين نتعاقد مع بوجبا، لكن ده ضيع عليه انه يتعاقد مع لاعبين ممتازين جدا كان يقدر ان هو يتعاقد معاهم. كان عنده فاندي بيك من اياكس، كان عنده اريكسن اللي باقي في عقده شهور قليله وينتهي مع توتنهام كان ممكن يضغط ويتعاقد معاه، وكان عنده فرنانديز من سبورتنج لشبونه كان ممكن يتعاقد معاه. 3 اسماء لو كان يتعاقد مع اسم او اسمين منهم كانوا يقدروا يشيلوا فريق ريال مدريد، واحنا شايفين ان مشكله ريال مدريد دلوقتي في خط الدفاع وخط الوسط بشكل كبير جدا. اعتقد ان ريال مدريد وتركيزه على بوجبا ضيع عليه فرص في الميركاتو الصيف الماضي، لكن في نقطه ثانيه بتتكلم عليها الصحافه في اسبانيا وهي ان ريال مدريد
بالفعل صرف اكتر من 300 مليون يورو، واحنا عارفين قواعد اللعب المالي النظيف ما كانش يقدر يدفع اكتر من كده الا اذا تخلى عن بعض اللاعبين، وشفنا تعثر لمفاوضات خروج خامس رودريجيز وجاريث بيل اللي ما خرجش في الصيف، يمكن ده عطل شويه حسابات ريال مدريد، لكن اعتقد مع الاداء الحالي فريق ريال مدريد هيبحث عن حلول في موسم الانتقالات الشتويه القادم. احمد يمكن نروح للسيتي، والهديه جات للسيتي عن طريق الجار، والجار لما بيقدم الهديه اكيد طبعا بتكون هديه غاليه جدا. اليونايتد او مانشستر يونايتد بيتعادل مع فريق ليفربول المتصدر في غياب محمد صلاح ويهدي مانشستر سيتي. نقطتين مهمين جدا جدا في تقليص فارق النقاط ما بين السيتي وليفربول، 6 نقاط بدل 8 نقاط. الوضع في السيتي عامل ازاي؟ الاجواء جوارديولا واللعيبه، عوده كيفن دي بروين، الانباء اللي بتثار في الفتره الاخيره عن تجديد رحيم ستيرلينج لعقد علشان يصبح 450 الف استرليني اسبوعيا، علشان يكون اغلى لاعب في السيتي بيتلقى راتب اسبوعي او راتب شهري هيتخطى كيفن دي بروين. الوضع في السيتي يعني اخباره ايه؟ بيب جوارديولا، هل فعلا الكلام اللي بيقال ان بيب جوارديولا ممكن يكون فان برونكهورست هو خليفه بيب جوارديولا الموسم اللي جاي في حاله عدم يعني اكمال او انتهاء تعاقده مع مانشستر سيتي، ولا السيتي بيحاول ان هو يقطع الطريق على كل من يحاول التعاقد مع بيب جوارديولا ويجدد تعاقد بيب جوارديولا؟ يعني كلمني اكتر عن السيتي في كل الاحداث اللي كلمتك عليها. مبدئيا خلينا نتكلم سريعا عن مباراه مانشستر يونايتد وليفربول. بدون شك هي كانت يعني بالنسبه لي
الدور الثاني في دوري ابطال اوروبا، على الاقل ان هو ينتقل الى بطوله اليوروبا ليج. فريق ممتع فريق اتلانتا، وعمل موسم ماضي رائع جدا تحت قياده جاسبريني في ايطاليا، وشفنا ان هو كان ند قوي امام يوفنتوس في الموسم الماضي في مبارياته، لكن لسه الفريق ما عندوش خبره المباريات الاوروبيه، واعتقد ان استمراره بنفس النسق وبنفس الاسلوب فتحت قياده جاسبريني اللي بيقدم اداء رائع جدا مع الفريق، هنشوف اتلانتا في اكثر من مناسبه، ان لم يكن في دوري ابطال اوروبا فهيكون على الاقل في اليوروبا ليج في المواسم القادمه. احمد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. احمد صلاح المنسق الاعلامي لفريق مانشستر سيتي في مصر وفي المنطقه العربيه، بشكرك شكرا جزيلا على التقرير الوافي والكلام المفصل الخاص بريال مدريد والكلام عن رحيل زيدان وقدوم مورينيو، وايضا عن مانشستر سيتي والكلام في الدوري الانجليزي. عايز اقول لحضراتكم